ابو ركان، في الاخبار السريعه، الاتحاد الاسباني وضع خطط بديله، المانيا تواجه مشاكل في الحقوق مع القناه الناقله والتذاكر. احنا يعني ممكن نبني اراء او نبني خطط على ما سيحدث في اوروبا. هذه التناقضات وين ممكن تؤدي؟ سواء في الاتحاد الاسباني او في المانيا. لا، هي شوف، الاتحاد الاسباني بيفكر في اصعب الحلول، الحل الاخير. هم بداوا بالحل الاخير، طبعا الحلول القادمه انه يستنى او لكن الحل الاخير هو كله فكر انه كيف الاربع الفرق تتاهل بطوله القاريه الاوروبيه، على اساس انه حيعمل اذا كانت استحاله اقامه تكمله الدوري، هيعمل مربع ذهبي او اربع فرق يلعبوا فيها الاربع المراكز الاولى، وعشان يتاهلوا الى كترتيب او ده للبطولات القاريه. بس قبل فتره كان في نبره تفاؤل انه قد يعود، يجب ان يستكمل الدوري. الان بدا يضعون أسوأ الاحتمالات. دائما دحين هم في الاولات دائما، هذا يدل انه لسه ما قدروا يحددوا انتهاء الازمه في اسبانيا متى، لانه ما زالت هي الظاهر في البيك تايم حقها، وفي اعداد كبيره بتصاب، وفي اعداد وفيات عاليه. فالان كانوا في الاولات ينظروا الحلول قريبه او البعيده بالنسبه الحلول البسيطه، بس التصريح الاخير هذا نظروا الى اخر حل، ويقول لك لو ما نجحت الفكره الاولانيه حتكون يمكن ناخذ بهذه الفكره الاخيره، انه نعمل الدوره من اربع فرق الاول حسب الترتيب المراكز، على اساس فكروا انه يشتركوا في المباريات القاريه. هذه الحل الاخير، بس هذا ممكن ما يطبق، لكن هذا هم وضعوه كمقترح لأسوأ الظروف. وهذا يفتح باب بعد على موضوع الانتقالات وكيف ممكن تكون آليتها. هذا كل الأمور الآن كل الاتحادات الآن في أوروبا كل واحد يضع خطة، يعني اللي يقول لك افتح في إيطاليا نهاية مايو، ألمانيا بيقول لك أنا هشتغل بدون تذاكر، بدون جمهور، بدون حقوق. لسه هذه كلها أفكار، بس كتنفيذ ما نقدر نحكم عليه الا خلال، يمكن يحتاج كمان شهر زمان من الان، حيكون القرار يكون واضح الكل. طيب.